بالعكس في احاديث رواه البيهقي كان يلعنه في القنوت. علي كان يرفع علي يلعن معاويه في القنوت، اللهم عليك معاويه لعنه الله عليه لعنه. انت فهم من علي كريم تتكلم على حسابه انت مش فاهم حاجه. فعبارات غريبة يا أخي، ما أحمق العبارات هذه، دب كتبنا هذه والكل بتشدق فيها وبتحسها جميلة، رحيم كريم أيش دخلوا كبينهم خلا حلو يقولها رددها، فكر نفسك أفهمت الخصم أنت فيها. إياك وهذه العبارات الاستغفالية حاولوا دائما إيه تنقضوها فككوها، ما تستغ هذه مخدرات تخذ أنت يغيب عقلك كلام فارغ. فنشوف حديث إيه، حديث أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو سعيد لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس الآية، قال قرأها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال، شوف الحديث خطير نفهم به اليوم إن شاء الله، قال الناس حيز. ما معنى حيز؟ فيلق جهة لحالهم الناس. قال وأنا وأصحابي حيز. أنا حتقول لي قالوا أصحابي، طيب مين أصحابه الحين؟ النبي بتكلم عن الكفار، هو تكلم عن هالأمة هذه كلها في عهده، قال في أنا وأصحابي إحنا في جهة، والناس عاد حسب ما فهمنا إحنا يعني الطلقاء والعتقاء والوفود والأعراب اللي ارتدوا أكثر طبعا 90% من هؤلاء. طيب قال حيز، وبعدين إيش قال عشان يأكد يعني كأنه قيد، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. المغاري اليوم والعنيد مش حيفهم، مين اللي فهم؟ الخصم مروان بن حكم، غضب غضبا شديدا قال كذبت كذبت يا ابو سعيد انت، لانه طبعا حيطلع من القصه مين؟ الحكم الطريد هذا وابنه مروان هذا سوا ومعاويه ابو سفيان، وطبعا كان مروان يعمل ايش ايامها لمعاويه، كان عاملا له طبعا واليا له. فابو سعيد بيقول النبي قال هيك. طبعا سوره النصر كما قلت لكم نزلت بعد ايه؟ بعد الرضوان وقبل فتح مكه، اذا جاء نصر الله ايه والفتح ورايت الناس يدخلون، لانه فعلا دخل في مدة الحديبية هذه أكثر مما دخل إيه؟ أربعة أضعاف قالوا من دخل إيه قبل ذلك، فعلا كان نصرا وكان فتحا عظيما، فهي بعد إيه؟ الرضوان جاءت. المهم فقال إيه؟ والنبي قال الناس في حيز وأنا وأصحابي في حيز ولا هجرة بعد الفتح. والسورة سورة إيش اسمها؟ النصر اللي نزلت بعد إيش؟ الرضوان وقبل فتح مكة. معنى هالدليل إلنا إنه إيش؟ لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح إيش؟ الحديبية. معناها هذول المهاجرين هم آخر أصحاب يعني، وإحنا لحالنا في حيز، أنتوا جيتوا بعدين طلقاء عتقاء أعراب أو وفود، أنتوا لحالكم في حيز. غضب مروان فهم طبعا، فهم الحديث غضب جدا، قال كذبت يا أبا سعيد، قال والله ما كذبت. وجالس مين؟ رافع بن خديج، رافع بن خديج وزيد بن ثابت كان جالسين، قال له ما كذبت وهؤلاء سمع ما سمعت، ولكن هذا يخشى إيه؟ يخشى أن تعزله عن عرافة قومه، وهذا يخشى إيه على عطائي، وهذا يخشى إيه عن الصدق يعني أن تنزعه إيه عن الصدقة. قال هم يعرفينهم بس ساكتينهم اثنين، رفع بن خديج ساكت وزيد بن ثابت اللي ساكت، بس هم سمع ما سمعت. فقام إليه مروان ليضربه بالدرة. لمين؟ أبو سعيد. هتشوفوا في الدرس الجاي إيش خطط معاوية وإيش مساعي كان لتكميم الأفواه وقطع الألسنة وتسميم الناس اللي بروا هذه الأحاديث. ما بدوش، بده سنة محمد، بده سنة معاوية، هو سنة من عنده، وبده كل صحابة وكل تردوا علينا وكل ممتازين ما تكلموش فينا. أما تقول لي حيز مش حيز وهؤلاء وهؤلاء أولياء لبعضهم والطرقاء والعتقاء أولياء، مصيبة هذه الأحاديث والأحاديث اللي بتدد به بالذات هو بني أمية، وأحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي مسند بن أبي شيبة وفي غيرها، شوفوها أحاديث صحيحة مش فيها كلام يا إخواني، المعنى هذا مستفيض عن رسول الله، كان يقطع الألسنة ويسمم ويهدد بالقتل، كان يهدد بالقتل إذا ما تتركش هيك الكلام حخلص عليك حسالك، خطير لأنه حرب عالمية كانت. فمروان بن حكم جن جنونه، فقام ليضربه بالدرة فقال صدق، قالوا لا صدق أبو سعيد، فسكت عنه. شفتوا قديش موضوع معنا خطير يا أخوان؟ عندكم مش خطير، عندهم كان خطيرا جدا. أحاديث زي هذه كانت إيه على المحز، هذه مقاطع الحق يظهر فيها. وهذا الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. إن شاء الله نكتفي بهذا الحديث.